سجده ونحن لم نزل مقرين بربوبيتك معترفين بوحدانيتك ما سجدنا قط إلا بين يديك ما سجدنا قط إلا بين يديك ولا رفعنا حوائجنا إلا إليك ببابك أناخنا ولمعروفك تعرضنا وبكرمك تعلقنا وبتقصيرنا اعترفنا وأنت أكرم مسؤول وأعظم مأمول إلهنا قد انشغلنا بك إلهنا قد انشغلنا بك قد انشغلنا بحبك قد انشغلنا بذكرك عن طلب مسألتنا فيا إلهنا يا إلهنا يا من أنت أعلم بنا من أنفسنا وأعلم بسؤلنا منا اللهم أعطنا سؤلنا اللهم أعطنا سؤلنا اللهم أعطنا سؤلنا وفوق سؤلنا برحمتك يا أرحم الراحمين إلهنا نسألك في هذه الليلة المباركة في هذه الليلة الطيبة في هذه الليلة المرجوة في مكان محبب إليك وليلة محببة إليك بقلوب منكسرة وبأعين دامعة اللهم وقفنا بين يديك رجالا ونساء شيبا وشبانا كبارا وصغارا قد أجمعنا على سؤلك سؤالا واحدا ورجاء واحدا ودعاء واحدا يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم اللهم باعد بيننا وبين نارك باعد بيننا وبين نارك باعد بيننا وبين نارك كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم اجعل بيننا وبين نارك أمدا بعيدا أمدا بعيدا اللهم حرمنا على النار حرمنا على النار نعوذ بك اللهم من نار لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها وهم
وإنا لا نقوى